بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جديد ان شاء الله مع مركبات اجرماتكم. والنهارده مركبنا اللي هنتكلم عنه هو الاميستو برايم، مركب الاميستو برايم. تمام، احنا في محافظه البحيره وبالتحديد في منطقه ابو حمص. تمام، ومعانا المهندس حسام هيكل. المهندس حسام هيكل اشتغل معانا بمركب الاميستو برايم، تمام، في معامله درانات البطاطس. العروة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي واللي عملنا فيها اللي هي العروة الصيفي، تمام كده. عمر البطاطس تقريبا النهاردة المعامل حوالي 45 يوم، تمام، او يزيد حاجة بسيطة. هو عامل بجرعة 400 سنتي للطن، وما شاء الله النتائج بتاعته كانت نتائج مذهلة. تمام، وده كان شكل الجذور الناتجة من المعاملة، وده شكل الأرض. تمام، وهنوريكم برضو نباتات تانية غير معاملة بالإميستو برايم. تمام، وهنسيب مهندس حسام هيكل يتكلم عن المركب بنفسه، عن التجربة اللي خطها معنا. اتفضل يا باشمهندس حسام. أنا استخدمت الإميستو برايم بمعدل 400 سنتي للطن، استخدمته قبل بعد تقطيع الدرانات وقبل الزراعة بتقريبا ساعتين. تمام، وبعد ما استخدمته بصراحة استخدمته في جزء معامل وجزء تاني ما عملناهوش بالأميستو برايم. تمام، شكل النباتات اللي طالعة من الأرض في الجزء المعامل بالأميستو برايم، النبات طالع صحي وأزرق زي الدكتور رامي موراكوا الصورة، والجزء التاني الغير معامل طالع نبات أصفر متأثر بالبرودة ومتأثر بنقص عناصر وفي برغ غايبة كتير، لأن العروة دي احنا زرعينها مش تجاوي مستوردة، لا ده تجاوي محلي، ده نوعها هرمس. ده الجزء الغير معامل. ده الجزء الغير معامل. تمام، وده الجزء المعامل معانا، وده الجزء التاني كده مش سام. ده الجزء المعامل معانا نفس الأرض. تمام، نفس الأرض تقريبا يعني. تمام، وده الجزء المعامل معانا. بسم الله ما شاء الله. يعني ممكن اشوف حسام بس تجيب الجزء اللي هو الغير معامل دوت. تمام، عشان نشوف برضو الفرق ما بين الاثنين، يعني المجموع جذر ضعيف الجزء الغير معامل. تمام، مقارنه بالجزء المعامل. تمام، هنا في البطاطس بدات تحضر، يعني عمر 45 يوم هي بتتاخر في التحضير، بس هنا الجزء المعامل بدات البطاطس تحضر. تمام، انما الجزء الغير معامل لسه ما حضرتش ابر خالص. تمام، والنمو الخضري يعني مسرول ضعيف مقارنة بالجزء الايه المعامل. تمام، اللون نفسه لون النمو الخضر بتاعها هنا اخضر زاهي، هنا في انحلال في البطاطس. تمام، بالرغم ان ما خدتش ولا جرعة تسميد ازوت لغاية دلوقتي. تمام، يعني احنا ما سمدناش في كلا الارضين. تمام، الجزء المعامل ما تسمدش والجزء الغير معامل برضو ما تسمدش، بس الجزء الغير معامل كان فيه سماد بلدي وسبلة كتير. الجزء المعامل ما كانش فيه الكلام ده، ومع ذلك شفنا الفرق ما بين الاثنين. شفنا التحضير بتاع الـ 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 الارض، طبعا بسم الله ما شاء الله نسبة الانبات كاملة تقريبا، يعني بنسبة حوالي 99% انبات. تمام كده، الارض اللي هي او الجزء الغير معامل كانت نسبة الانبات فيه كان فيه جوار كتير جدا غايبة. تمام، الجزء هنا البيضة ورمي البيض زي ما بنقول عليه، رمي البيض بسم الله ما شاء الله عند هذا العمر. تمام، بدأ يرمي في البيض. تمام، ولسه هو في مرحلة التحضير كمان، يعني تمام لسه بتطلع بسيطة اهي، مش عارف واضحة في الصورة. لا تمام تمام، وفي ابر لسه يعني اهي. تمام تمام، مفيش خالص يعني لسه ما تمام الله، وفي درانات يعني بدات برضو. تمام، وشايفين طبعا شكل الجذور طبعا، ونبات بسم الله ما شاء الله صحي كامل. عاوز اقول حاجه كمان يا دكتور رامي، الجزء اللي موجود اسفل سطح التربه، يعني موجود تحت سطح التربه. تمام، جزء يعني باين عليه الصحيه، ما فيش اي اصابات بالامراض الكامنه في التربه. تمام، اي فطر في التربه مش يعني. تمام، طالع 100 100. تمام، هنا في بقح صفراء برضو. تمام، ودي بامانه يعني ده احنا هنا بص يا دكتور. تمام، ودي تمام. بالنسبه للبطاطس الغير مستخدمه في مستخدمين فيها الإميستو برايم، بامانه ده انضف نبات في تمام. الارض كله. تمام، احنا جايبين نبات في الارض الغير معامله، جايبين منها نبات من الارض المعامله عفوا،
جايبين منها نبات يعني لحد ما متوسط. الارض الغير معامله تمام كده جايبين منها نبات تقريبا ده اقوى نبات في الارض اللي احنا جبنا منها تمام. شايفين الفرق ما بين الاثنين، شايفين الفرق في الجدر تمام كده، شايفين الفرق ما بين الدرنتين الصغيرتين تمام. بسم الله ما شاء الله البطاطس نظيفه جدا، ما فيش تقيحات، ما فيش اصابات فطريه، يعني تقريبا احنا بنتكلم في معامله نموذجيه لمركب نموذجي ان شاء الله باذن الله. وده الفكر الجديد اللي احنا عايزين ننشره في الدلتا بالكامل اللي هو معامله الدرانات، لانه الفكر ده تقريبا غايب او غير موجود عندنا في منطقه الدلتا تمام، ان هو الناس تعامل الدرانه بمبيد فطري قبل عمليات الزراعه. شكرا لكم حسام على المجهود الرائع اللي انت عامله معانا، الله يخليك، ونتمنى ان شاء الله ان يكون في اضافه في المنطقه بمركب الاميستو برايم يعني ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا، السلام عليكم.